معاناة الأطفال من الحروب لا تتوقف بتوقف المدافع، بل تصاحبهم إلى مراحل متقدمة من أعمارهم، حيث باتت تشكل معظم مظاهر حياتهم المليئة بالموت والدمار. فمع كل وقت وفي ظل تصاعد وتيرة العنف خلال العامين الماضيين، ازداد عدد الأطفال الذين يعانون ويلات الحرب في البلاد، حيث تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1600 طفل وجرح 5000 آخرين وفق تقارير أممية. التقرير الذي نشرته منظمة رعاية للطفولة السويدية أشارت فيه الاحتلال اليمني موقعا متدنيا، حيث صنفت في المرتبة 140 في مؤشر رعاية الطفولة من أصل 172 دولة. وكنتيجة لما تعانيه الطفولة في اليمن، فقد ظهر التقرير وفاة طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها في وقت يعاني فيه أكثر من 2 مليون طفل دون عمر 5 من سوء التغذية الحاد. وعلى الصعيد الصحي، أشار التقرير لأن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت مغلقة كلياً أو تعمل بشكل جزئي في وقت يحتاج فيه أكثر من 7 ملايين طفل للرعاية الصحية. اشتداد الحرب واستمرارها في مناطق ومحافظات عدة ألقت بظلالها على التعليم أيضاً، ما دفع أكثر من 2 مليون طفل ترك مدارسهم في وقت تسببت فيه آلة الحرب بتدمير أكثر من 200 مدرسة بشكل مباشر. وعلى الرغم من مرور عامين على الحرب، إلا أن غياب مؤشرات الوصول إلى حل ينهي الانقلاب الذي فرضته الميليشيا يجعل معاناة الأطفال ممتدة، الأمر الذي قد يسهم في مضاعفة آثارها عليهم وعلى المجتمع ككل.